والصيني فابهرت اللجنه بدقه ادائها وباحترافها العالي واستحقت الجولدن بازر بجداره من شمس الغنيه بنفسها نجوى كرم. رحبوا معنا بفريق مياس من لبنان. الجولدن باز كان حلم وصار حقيقه. من بعد الجولدن باز وعينا على مفاجأة بظرف ساعات كان وصل لملايين الفيوز الفيديوز طبعاً. الرقص هو لغة جسد، هو التعبير عن مشاعر وعن عواطف، هو مهرب من واقع. معظم البنات اللي بالفريق منن بروفيشنال دانسرز، فبعتبر الشيء اللي عم يعملوه هو انجاز كثير كبير. نحن اللي بنتميز فيه بفريق مياس هو انه كل فولكلور بناخده ونزيد عليه، بنعمل فيوجن. ليلة مياس محضر مفاجأة حتكون مليانة حياة وألوان وفرح.
ست نجوى انت اللي اعطيتيهم الجولدن باز. يا هيك تكون الاشياء يا بلا. بناء على هالحركة اللي بهرتني صراحة، انا رح اقول كلمة وحدة، لازم يكون لنا شغل مع بعض. راح نشوف شو راح يكون، لازم نكون مع بعض وبأقرب وقت. أنا لازم أتمتع بالشو مع أنا مع هيدي الفرقة الرائعة. كرماليك عميد. ليك أنا يعني ما بقدر إلا أقول إنه أول شيء اللي شفته بيمزع العقل. إيه. بس يعني لازم أقول إنه بس هدول شباب وصبايا من لبنان، نحن بنعرف بلبنان ما في دعم لهالقصص هدول، ما في دعم لهالفن، ما في دعم لهيك حركة جماعية من هالنوع، ما في معاهد قدرت تشتغل معهم وتأهلهم. هذه مبادرة فردية من شباب وصبايا من بلدي، أنا فخور جدا جدا فيها. برنس قاعد برنس. حاجات الحلوة بيتقلع لها النظارة. شوفنا عيونك. عارف لما بتخش مطعم وبعدين يقدموا لك حاجة حلوة كده تاكلها تتسحر وتبقى هتموت وتعرف ايه مكونات الحاجة الحلوة دي؟ برضو ما بتعرفش. انتوا احلى من احلى حاجة حلوة الواحد شافها. حقيقي انتوا يعني ومختلفين تماما عن اللي قدمتوه قبل كده، ودي من احلى الحاجات اللي عملتوها. مش معقول انكم اختلفتوا. لازم تبقوا عارفين ان انتوا اقوياء جدا. انت بتقول مش محترفين، دول فاقوا الاحتراف، دول فاقوا الاحتراف. وانا كمان بقول انه والله يعني علاوه او زياده على كلام نجوى، انه انا كمان ابقى فخور ان انتوا تبقوا موجودين معايا في اي شيء، في اي شيء، اي عمل فني بقدمه، لانه هيعليه اكتر واكتر واكتر. تحية كبيرة ليكو وادي النظارة. شكرا للجنة. فريق مياس قدمت يلي عندها والقرار صار من بين ايديكم مشاهدينا. فلو حبيتوا تشوفوهن عن جديد بالفاينل لأرابز غوت تالنت هالسنة، صوتولن على الرقم 45. تحية لمياس. واو.